아니 알았지 나 이렇게 해야 되나 ديما بالرحمه والمغفره الله يرحمها سعيده الله يرحم اخويا بنت عمي اخويا وفقه صغيره يلاه ولدت اخويا ماتت بنت عمي اخويا ماتت اخويا بنت عمي بالاهمال اخويا الدكتور
الطبيب حاجة باش يقولوا عليه الطبيب أخويا عنده ما خصوش يخرج يطلع على طنجة ما خصوش يخرج يخرج ما خصوش يخرج ما خصوش أنا يا ما بقاش قادة الله يرحم لكم الوالدين ما بقاش عندي الشيء بعيدة علاش هي دارت سيزاريان نهار ليس انا اللي كتولد سيزاريان اخويا راه ما خصهاش تخرج على 3 ايام علاش هي تولد نهار الجمعه وتبقى على الاقل 5 ايام علاش الورقه قالوا لهم حتى النهار الثلاثاء تجيو خذوا الورقه هذيك الورقه راه خصها تخرج بها يعني ملي تخرج الورقه تخرج هي والورقه هذا السكرتي اللي عند الباب يقول لها لا لا في الغاده بهذه الدريه ما تخرجش عطيني الورقه باش غادا خارجه منو طبيب منو موظف منو ساج فام منو كلشي سكرتي علاش من هو المدير من الطبيبه انتوما قاعده هي اللي من تحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء كل شيء هذاك اللي عند الباب حتى هو يتحمل المسؤوليه حيت هذاك اللي خصك تخرجي واش كيقول لك عطيني الورقه ديال الخروج انك راك قاعده خارجه فين هي هذه الورقه يقول لا ما عندكش انا الورقه رجعي بنتك لبلاصتها ما يمكنش تخرج وهو يمنع ما يخليهاش تخرج ولا الادارات راه ما كيخدموش لحد باش غيسين لك هذه الورقه باش تخرجي راه ما كاينش اداره ترجعي لها السيده لبلاصتها انا ما نقدرش نتحمل هذه المسؤوليه وكنقول لك ما عندهاش طنسو عندها طنسو طلع لها في الحماله هي ما مريضه ما كتعاني من حتى شي حاجه هي صحيحه ما عندهاش طنسو دكتور صرحتي يقول لك بان السيده راه ما عندهاش طنسو ولكن عندها حنا الورق بان عندها طنسو كل شيء عندها الورق وداك الشيء بان كانت مع الطنسو طلع لها في المرحله الاخيره من الولاده اختي انت دابا اللي شاده الوليد ديالها مسكين هي اللي كتردعو الله يصبركم.